معنا السيدة فاطمة المحترمة، يلا باركي للناس فاطمة. مبروك عيدكم. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم خوتي خواتاتي متابعي قناتي عائشة فلوغ. نعم سمعي الأستاذ ديالنا. المهم أنا دابا في كيف خرجت طاحوا لي واحد الناس في بالي، مدرسة تعليم السياقة اللي كنت قلت لكم واحد المرة شحال قلت لكم هذه المدرسة كنت فائل بها حيت سميتها مدرسة النجاح. ودابا بهذه المناسبة الكريمة كان نقدم لهم التهنئة بعيد الفطر، عيد مبارك سعيد لكم والمؤسسة ديالكم، المؤسسة اللي على إيدها تعلمت وحيت داك الدهشة والخوف، وماشي غير خوف طبيعي، كان عندي خوف يعني حالة نفسية اللي بالمساعده ديال هاد العناصر اللي يشكرون والله يرضي عليهم ساعدوني. ماشي دابا حاليا، راه كنعاود لكم هاد الشيء مده طويله، وكل مره راه كنجي نبارك لهم العيد اي مناسبه، وراه بحال وليداتي كنجي عندهم في اي نقدر، غير الا تعصبت كنجي عندهم. الا كانت المؤسسه خاويه ما فيهاش الناس اللي كيتعلموا كنجي لعندهم، الا كانوا الناس بالطبع راه ما كنكونش متطفله. معنا السيدة فاطمة المحترمة والسي شرف الدين، هذا هو المونيتور اللي مسكين عدبت وعدبت هذا الولد باش يعلمني. الله يرحم ليه الوالدين والله يعطيه الرضا ويرزقه الذرية الصالحة ان شاء الله، ونحضر في عرسو ندردك وندير الكادوات. عندك تبقى نار غيبقى حافظ ليا الفيديو يقول لي قلتي الكادوات. غنجيب معاك كادو كبير شي حاجة واعرة. وهذا هو الأستاذ أحمد اللي ما شاء الله ما نقولش لكم الشروحات، و حتى هو مسكين محنتو بزاف باش يفهمني وباش يحيد مني داك لو تراك، هو اللي كان ليه الفضل باش يشجعني لانني دزت من مؤسسات كثيره وما ما توفقتش، وكيرجع ليه الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى. بالمناسبه كنشكروك الاخت عائشه اللي فيها الاخت وفيها الام بهذه الزياره هذه، اللي جيتي وقدمتي لنا تبارك ديال هذه المناسبه ديال عيد الفطر اللي هو الله يبارك يوم كان كبير. كنتي لو كنا قبل من هذا النهار هنا كنتي غادي تجي تزورينا. اليوم تحدد فرصه عاد بدينا العمل ديالنا، واول واحد زارنا في واحد الوقت اللي هو مبكر من اليوم باش يجي يبارك لينا. كنشكروك جزيل الشكر، وتحنا بصفه ديال الطاقم ديال المؤسسه بصفه عامه بما فيها الاخت فاطمه والاخ شرف والعبد ربو احمد، دائما كنشكروك على الزياره هذه. العفو العفو. وعيد مبارك سعيد بكل تمنيات ان شاء الله بالافراح والمسرات ان شاء الله، وبعده اعوام ان شاء الله متكرره، والله يطول العمر في الام ديالك اللي هي الام ديالنا جميعا. وكنشكر الزوج ديالك الاخ العربي دائما كيستمر الزيارات ديالنا بعده مرات متكرره، والله يخلي لك الابن والله يصالحه. وبهذه المناسبه هذه يعني كنهن الساكنة ديال الدروة بصفة عامة، وساكنة ديال ولد زيان بصفة عامة بهذا العيد، بهذا اليوم اللي مر يوم كبير عند الله عز وجل اللي هو يوم عيد الفطر. وكنهن وكنباركوا للساكنة ديال الدروة بصفة عامة، والمهنيين ديال تعليم السياقة بصفة خاصة، المهنيين بصفة عامة، لا ديال الساكنة ديال الدروة لا ديال المنطقة ديال إقليم برشيد بصفة عامة، لا المنطقه ديال لا المملكه المغربيه بصفه عامه. دائما يعني دائما كنهنئوا المهنيين وكنقول لهم عيد مبارك سعيد ان شاء الله، وكل تمنيات ان شاء الله وبالافراح وبالمسرات. وكنعاود نكرر كنشكرك جزيل الشكر. العفو العفو، زعما راكم فيكم بالاخوه وفيكم الابناء، وتبارك الله عليكم والله يحفظكم حتى نتوما وتبلغوا المراد، وان شاء الله تولي ماشي غير مؤسسه صغيره وانما مؤسسه كبيره، والحمد لله رغم صغر الحجم الا العطاء ما شاء الله، وهذه كنعترف بها. غير ملي انا حيدت داك الازمه النفسيه وبديت كنسوق بواحد الاريحيه، راه هذه راه فضل من الله سبحانه وتعالى وفضل من الاجتهادات ديالكم والصبر ديال السي شرف الدين والتوجيهات ديالكم جميع. وكنتمناو فرحه، ماشي غير فرحه العيد
يعني تبقى الفرحة دائمة إن شاء الله على بلادنا، ويحيد هذا الوباء إن شاء الله، وترجع الأمور كما كانت إن شاء الله، وترجع الأفراح والمسرات والنجاح بالطبع، لأن مدرسة النجاح اسم على مسمى. شكرا لكم حتى نتوما، وراني مسرورة، وفاش كنجي لعندكم والله القسم بحال كنجي عند الأبناء ديولي، وبحال كنجي عند يعني شي ناس اللي كفاءة. ماشي جزاك الله خير، وكنشكرك على الشهاده ديالك في حق الطاقم ديال المؤسسه والمؤسسه بصفه عامه، كنشكرك على الشهاده هذه. هذا راه الواقع، الواقع والله الا كندوي زعما ما قدمنا لك الا الواجب، والواجب لا، ولكن حتى ديك ماشي مساله، حتى ديك التفاهم ملي الانسان كيعرف الحاله النفسيه ديالك وكيمشي معاك عليها وكيحيد منك داك، راه خاصك طبيب نفساني وساكوت شير، يعني كيكلفك واحد المبالغ اللي كتبقى تردد ودير جلسات يعني كانت عندي انا واحد الصدمه من واحد الحادثه شفتها، بلا ما نقول شكون، لان مهم احترام السيده اللي ماتت لها الابنه ديالها، وشفت هذاك المنظر وبقى هذاك بقات ديك الحاله قدام عيني. والاستاذ احمد كنت حكيت عليه من قبل، قلت له انا راه عندي صدمه، والاستاذ شرف الدين حتى هو ملي كنبدا غادا كنسوق حتى كنوقف كنقول له لا لا صافي ما بقيتش قاده نكمل، ويعني باش الانسان يبقى معاك ويفهمك ويشدك من يدك، كما كيعلم واحد الوليد صغير يسوق واحد الدراجه هوائيه ولا دراجه عاديه، يعني هذه راها منتهى الاجتهاد. نعم صحيح، يعني بالنسبه لنا كمدربين يعني كتخدم على النفسيه اول حاجه، يعني كتخدم نفسانيا وكتخدم على مجموعه من المستويات. استافدوا من الاستاذ. كتخدم على مجموعه من المستويات، ما كنخدموش مثلا واحد الانسان اللي هو قارئ او لا ما قاريش، يعني كنخدموا جميع المستويات، لا المستوى ديالو طالع ولا المتوسط ولا المستوى ديالو هابط، وكنخدموا حتى نفسانيا كل كيكون المستوى ديالو طالع، لكن نفسانيا كيكون مهيئش، كنحاولوا نخدموا عليه تهيئ نفسانيا عاد باش يمكن نقدروا نخدموا معاه السلامة الطرقيه، كنخدموا معاه اللي كينفعوا لا من ناحيه النتيجه باش كنحصلوا على واحد النتيجه ايجابيه، لا اللي غادي يقدر يكون في الواقع ويكون في الشارع. ورغم كنحاولوا نديروا حصص سلامتيه مع الاخوان في الشارع، يعني ماشي الدور ديالنا مثلا غير كنخدموا غير في المؤسسه فقط، يعني حنا كمدربين كنحاولوا ما امكن باش نقوموا بواحد الحصص اللي هما مع الاطفال، الوليدات ديال المدرسه، الاباء في الشارع، ما شاء الله الأمهات. ما شاء الله، يعني كنحاولوا نخدموا على هذه المسائل هذه، لا من ناحيه قواعد السير، لا من ناحيه اعطاء حق الاسواقيه، لا من ناحيه الاسواقيه للراجلين، لا بالنسبه للدراجات، لا بالنسبه للمعامله كيفاش نسير، والحاله المهمه ومهمه بزاف هو التسامح، كيفاش نقدروا نسامحوا بعضياتنا ان شاء الله باش نوصلوا لواحد النتيجه ان شاء الله ايجابيه، ونحاولوا باش نقصوا من حوادث السير ان شاء الله، هذا الشيء كنخدموا عليه في الشارع قبل من المؤسسه، ونتمنى من الله عز وجل يوفقنا ويوفق جميع المهنيين، يعني ما كنتكلمش معك غير مؤسسه النجاح اللي كتخدم في المساله هذه، فتقريبا الاغلب ديال المؤسسات واغلب ديال المهنيين عندهم غيره، يعني كنتكلم معك على المهني الحر اللي عنده غير على المهنه وعنده غير على السلامات، هي السلامه الطرقيه بصفه عامه، وعلى البلاد، وكنحاولوا باش الاخوان يتفهموا ويحاولوا يساعدونا باش نقصوا من حوادث السير في الشارع ان شاء الله. تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. لحد الان ما كنظنش، ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله مازال غادي يكون عندنا لقاءات مع الاستاذ احمد ومع الاخوه الكرام ان شاء الله، وغادي تستافدوا معنا والله العظيم، لان هاد الناس زعما اللي عنده شي مشكل اللي طرحوا لينا في تعليق، او مثلا عاش نفس الحاله اللي عشتها انا يطرحها لينا في تعليق باش نستافدوا ونفيدوكم، ومازال ان شاء الله غتكون عندنا استمراريه في هذا الموضوع، لان السياقه راه ماشي سهله. انسان تيقول لك مؤخرا شفت واحد السيده ابنها وكتقول له السوق عنده 5 سنين، او وكتبت لها تعليق قلت لها ما تخليش الابن ديالك تبقي تشجعيه، لان السياقه راه ماشي سهله، يقدر في بلاصه باش يمشي للفرامل ياك استاذ احمد، يمشي للكسيراتور الله يستر، ويخرج في شي حجره، شي جبال، شي فوسي، والوليد باقي صغير وهي كتشجع فيه وهو غادي يصيق بها، والله الا عرفتي. وبالنسبه للعامل ديال السن اصلا ما كيسمحش لي باش يكون تحت المقاعد الاماميه، لان فوالا لانه قاصر. نعم. كتبتها لها، كتبت لها راه قاصر ما خصوش، كان معاه الاب ديالو
ولكن هو اللي يصيق الاب ديالو في الجنب ديالو وهو اللي يصيق. يعني راه ماشي راه الله يستر كون كان مثلا شي رجل امن راه صعيب عليهم زهقت ارواح بسبب هذيك المعامله، حيت الكل كيقول لك باللي انا محاول مع الابن ديالي راه ما غاديش نقدر نطيح في هذا المشكل، لكن كيكون هو ضحيه. يعني هذاك الولد اللي قبل ما طاح كان ضحيه، راه طرا ليه نفس المشكل باش حتى هو طاح ومر من نفس المرحله اللي قدر يسبب لي الوفاة ولا مستدامه بهذه المساله هذه. فعلا العامل ديال السلم ما كيسمحش لي اصلا باش يكون حتى في المقاعد الاماميه قبل ما يكون في المكان ديال السياقه. يعني خصنا دائما نحترموا القوانين ديال السير باش نقدروا نوصلوا لواحد النتيجه اللي باش نجيو نفوسنا ونجيو بيداتنا. وهذه المساله ديال الحوادث كتكلف الدوله واحد المبالغ يعني اللي هي باهظه لا من ناحيه الامور الماديه لا من ناحيه الاعاقات الجسمانيه اللي كتخلي الناس كتعيش يعني واحد الماساه عاد الارواح اللي كتزهق. فهذا كنحاول ان شاء الله باش الاخوان نضامنوا ونحاول ان شاء الله باش نقصوا ونجيو. الله يوفقكم الله يوفقكم والله الا للبلاد لا زعما بلادنا تفتخر بناس اللي عندهم غيره. ماشي مساله راني كنتقاضى واحد الاجره ولا غير كان يعني حتى ديك القضيه ديال الام اللي كتولد وكتربي وكتكافح وكتخرج المجتمع النش الصالح، راه ربي سبحانه وتعالى غادي يكافئها. كذلك الناس اللي كيخدموا باش يخرجوا واحد الناس اللي بحال دابا مثلا استاذ كيخرج تلاميذ اللي كيتبنى عليهم المجتمع. نعم راه كذلك في اي دومين في اي مجال في اي يعني اي قطاع اي خليه من خلايا المجتمع يعني كنكملوا بعدا بلادنا خاصه فوالا خاص البلاد تفتخر بوليداتها اللي عندهم غيره عليها. المهم خوتي خواتاتي ما سخيناش بكم ولنا عودة إن شاء الله غادي نرجعوا مع مؤسسة النجاح وغادي يكون الكثير وغادي تستفدوا بإذن الله. وأنا والله العظيم وأنا كنقسم من نافذة قناتي جيت باش نبارك لهم بغض النظر أنني نفتح الموضوع، إلا أنني داركت مرارا كنفكر في هذه المسألة باش نعطيكم. وقلتها لكم في واحد لا فيديو كنا مسافرين وقلت لكم من بعد وغادي نحكي لكم على المعاناة ديالي مع السياقة. وهي إن شاء الله غادي من دابا غتبدأ عندنا سلسلة ديال تعليم السياقة عبر نافذة قناتي. يلا أستودعكم في أمان الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء، السلام عليكم، مع السلامة، في أمان الله.